السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابنا الأعزاء. المرحلة الثالثة، قسم الطرق والنقل، تكملة محاضرات التصميم الإنشائي للطرق. اليوم المحاضرة مالتنا تخص الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني، والخاصة بال properties of highway material، خواص المواد التبليطية، المواد الموجودة في التبليط. طبعا طلاب مثل ما تعرفون نفس الكتاب المنهجي اللي احنا نعتمد عليه في التصميم الانشائي للطرق، هو موجود في المجانية اللي هو يودر وهوانغ، اللي هو يودر 1975 وهوانغ 1993. طلابنا الاعزاء، اول خواص لـ properties of highway material، خواص المواد المستخدمة في التبليط، هي التربة اللي هي طبقة السبجريد او طبقة حتى الصبيس اللي نستخدمها، هي السويل كاركترستكس اللي هي خواص التربة. التربة تنقسم، احنا نعرف ان التربة تنقسم الى حبيبات، وهذه الحبيبات مختلفة في احجامها واشكالها، طبعا بها استطالة. طبعا اكو فحوصات هواية تصير على التربة مالتنا بالطرق، وانتم يمكن اخذتوا وجبة من عندها في مادة الاسفلت اللي هي الانجيشن، نسبة الاستطالة، طول بما معناها طول الاجريجيت او الحصن نستخدمه في التبليط مالتنا الى العرض مالته. طبعا انتم تعرفون طلاب، او هو مثل ما هو معروف، كل ما زاد الطول بالنسبه للعرض فيكون كسر هذه الحصوه يكون وارد كلش سريع. طبعا احنا لازم فعندنا ستاندرد بالمواصفات ينطينا الخواص هاي الماده ايش قد نسبه الطول الى نسبه العرض عم تكون تتحمل الكونتاكت اريا، الكونتاكت بريشر اللي حيسلط عليها. طبعا احنا راح نسوي ديستريبيوشن لها بطريقه اللي يسموها طريقه ميكانيكال اناليسيز، اللي هي باستخدام شنو ميكانيكال؟ باستخدام السيف اناليسيز، مجموعه من السيفات وجربتوها بالفحص مالتكم بالاجريجيت بالتربه بمختبر التربه احتمال، او واكيد سويتوه بمختبر الاسفلت في المرحله الثانيه. تاخذون وجبه من التربه، الحصول التربه الموجوده عندكم في المنطقه، وتستخدمون بها سيفات. طبعا اكو سيفات هي خشنه، طبعا هذا طبعا نشتغل على حصول خشن، الخشن مالتنا راح نحطه بال طبعا هذا الحصول لازم يكون جاف مجفف ايرد رايت سويل زين، ونحطه بهذا السيفات اللي هي احجامها مختلفه من الاحجام الكبيره الى الاحجام الصغيره. الاحجام اللي هي موجوده عندنا هي طبعا هواي احجام، احنا نوصل ان احنا عندنا حصو خشن اللي هو من سيف نمبر 4 نعتبره اعلى من عندنا، نعتبره حصو خشن سيف نمبر 4 اللي هو موجود عندنا، والناعم جدا اللي هي اكو سيفات موجوده عندنا اللي هي اكون توصل الى مرحله smallest particle opening of this sieve is 0.075 ملم، حجم الفتحات اللي بالسيف هي 0.075 او هو سيف نمبر 200 المتعارف عندنا. هاي السيفات تشمل كل السيفات اللي هي نمبر 140 ونمبر 100 ونمبر 60 نمبر 40 نمبر 20. طبعا هاي كل سيف موجود عندنا بالسيفات مالتنا الى فتح حجم من الفتحات. طبعا احنا حترتب الفتحات مالتنا حسب الستاندرد تشتغلون عليه، على الاي اس تي ام، على المواصفه العراقيه اس او ار بي او غير مواصفه، راح يترتب السيفات اللي راح تشتغلون بها بالخلطه مالتنا او بالتدرجات اللي تستخدموها بطبقات التبليط مالتنا الصب جريد او الصب بيس اللي معدله. فراح ناخذ السيفات من هو من السيف الفتحات الكبيرة إلى السيف الفتحات الناعمة، وراح تترتب، راح ناخذ هذا الحصو وراح نسوي له سيفينج بواسطة جهاز، وراح نبدي نشتغل عليه. طبعا احنا مقسمة هي الأحجام مالتنا، لازم نعرف حجم التربة. طبعا هاي من حنعرفها؟ راح نعرفها احنا يا خواص التربة عندنا اللي هي الجرافل تكون أكبر من 2 ملم أحجام الساند مالتها، الحصوات مالتها أو المواد التربة السويل، والساند سايز اللي هو بين 2 إلى 0.06 ملم، السولت اللي هو أنعم اللي يكون 0.06 إلى 0.002 ملم، والكلي اللي هو أقل من 0.002 ملم. بالنسبة للتربة اللي تحتوي أحجام صغيرة smaller than the lower limit الحدود مالتنا، ما راح نشتغل بطريقة السيف، راح نشتغل بالهايدروميتر اناليسيز نستخدمها بالتحليل مالتنا على مود نعرف التربة. من ضمن الفحوصات اللي لازم نعرفها على مود نحدد خواص التربة اللي هي اثربك limit حدود، اثربك اللي تستخدمها الدول في تحديد خواص التراب.
كل التربة من يكون محتوى المائي مالتها قليل، يعني شو تكون قريبة للجفاف، راح يكون وضعها يشابه بالضبط الصوليد وتسمى solid soil. هاي التربة طبعا نشوفها بالضرب الصخرية، بالمناطق الجافة، بالمناطق الصحراوية. كل ما نزيد المحتوى المائي راح توصل إلى مقدار معين، طبعا مو معناها نزيد المحتوى المائي بكميات كبيرة، لا، كل ما تزداد بنسب معينة راح تتحول التربة من الحالة الصليبة الصوليد إلى تتحول إلى بلاستيك صوليد. بلاستيك صوليد هاي التربة البلاستيك طبعا هي من تكون بها محتوى مائي معقول ويكون درجة تقريبا قبل الإشباع أو بحدود معينة، هاي التربة راح تكون وضعها كلش مريح، وممكن أن تتحول هاي التربة تكون سهلة بالمولدد into different shape without breaking up، يعني ممكن أن نشكلها بأي هيئة إحنا نريدها بدون ما نسوي لها فشل أو كسر بها. بس كل ما نزيد باستمرار زيادة المحتوى المائي مش حيصير عندنا، راح تتحول التربة من الحالة الصولد، او طبعا الحالة مالتنا اللي احنا قلنا عليها اللي هي الحالة البلاستيك او صولد، راح تبدي تتحول التربة من هاي الحالة الى وين؟ الى الفلو اللي ممكن تجري از فيسكوس ليكويد، راح تكون قريبة الى فيسكوس ليكويد، طبعا هي مو معناها سائل مي لانه هي بها مادة بها مزوجة معينة فتكون فيسكوس ليكويد. قوة التحمل مات التربة الستفنس والكونسستنسي of the soil at any time therefore depended on the state at which the soil is تعتمد على مستوى المحتوى المائي للتربة في الوقت معين which in true depends on the amount of water presented in the soil. يعني قوة تحمل التربة ووضع التربة مالتنا راح تعتمد على يمن على ايش قد مستوى الماء الموجود فيها. طبعا the water content level at which the soil change from one state to another is the anaerobic limit. المحتوى المائي اللي يغير لحالة التربة من وضع إلى وضع يسموه anaerobic limit، اللي هي عندنا ثلاثة اللي هي shrinkage limit وحدود الانكماش اللي هي يكون بها اقل محتوى مائي الى البلاستيك ليميت من نزيد المحتوى المائي، واذا استمرينا بزياده المحتوى المائي راح نتحول الى الليكويد ليميت او الحاله السائله. طبعا هسه حيتوضح عندنا بالسلايد اللي بعده او السلايدات اللي بعدها هذا الفيجر مالتنا وش راح نشرحها. الثيرمال ليميت ار امبورتد، هذا الثيرمال ليميت كلش مهم على مود نطلع الخواص الهندسيه بالتصرف الهندسي للتربه، لانه هذه الخاصيه كلش مهمه تعطينا محتوى المائي الووتر كونتين. يعني انت يا طالب المفروض تعرف من نقول لك شرينكج ليميت للتربه كذا او بلاستيك ليميت، انت لازم تعرف التربه من هاي الارقام هي بيا حاله، حاله الصلبه، الحاله السائله او الحاله البلاستيك، لانه مهمه جدا في معرفه الخواص الهندسيه والتصرف للتربه. اول حد من الحدود اللي راح نشتغل عليها هو الشرينكج ليميت. التربه شلون راح ناخذ نفحصها؟ التربه راح تكون في وضع مشبع، طبعا التربه من تكون وضع مشبع راح تاخذ فد حجم معين بالمولد او باي وعاء راح يحويها. راح نبدي شو نسوي لهاي التربه؟ راح ندخلها نجففها، تجفف سوليد رايد، تجفف بدرجه حراره معينه، طبعا درجة حرارتك تاخذوها بمختبر التربة 100 الى 110، يبدر الى وقت معين 24 ساعة تحطوها بالفرن. رح نبدي طلاب او حسب فحص الشرينكج ليميت اللي تاخذوه بالتربة، رح ناخذ التربة وش رح نحطها بالفرن، رح نبدي ناخذ وزنها وناخذ حجمها. طبعا التربة رح تظل، طبعا احنا حنحطها بالفرن، رح تبدي تفقد من الوزن مالتها. طبعا التربة هي مشابهة لأي نوع من انواع حتى العجين اللي نستخدمه اللي بيه ماده الطحين اللي هي يكون نعتبرها سايل، من راح نخليها ونخلي لها مي ونبدي نجفف راح تبدي تفقد التربه من المحتوى الرطوبي، بس بنفس الوقت ايش قد توصل الى مرحله معينه راح ينكمش. شو يصير التربه؟ حجمها راح يتغير او السايل مالتها راح يتغير الحجم مالتها، توصل مرحله معينه بعد تفقد التربه المحتوى الرطوبي مالتها، بس لازم تحافظ التربه الداخليه على المحتوى الرطوبي معين هي خاصة بها، فراح تفقد المحتوى الرطوبي الخارجي واللي ممكن تفقده، وراح تحتوي على بعض المحتوى الرطوبي اللي هو خاص بالتربة
راح يبدي يتغلغل الهواء يدخل الى هذه الفجوات اللي كانت بها الماي وراح تاخذ شكل معين. فهاي الحدود من راح نقيسها وراح نعرفها راح تكون ضمن حدود الشرينكج ليميت اللي على اساسها بعد التربه لا راح تفقد بعد ماي من تجففها ولا راح يتغير حجمها. بالنسبه لحد البلاستيك ليميت، اذا طلاب انتم سويتوه بمختبر التربه حد البلاستيك ليميت اللي راح ناخذ عليه مرور سريع، احنا عندنا الحاله اللي نشتغل عليها اللي هي 1/8 من الانش قطر الدياميتر مالت التربه، راح تاخذون تربه وبها محتوى مائي وراح تعجنوها بيدكم وتحولوها الى شريط رفيع، هذا او التيوب الرفيع راح تدحرجوها وين؟ على سطح زجاجي او سطح ام سطح املس زجاجي، طبعا هذا السطح لازم ما يمتص المحتوى المائي، راح تبتون تدحرجوها الى ان توصل الى 1/8 اذا التربه مالتنا المحتوى اذا التربه مالتنا او هي التيوب مالتنا راح يكون المويستشر كونتين حيكون اعلى من البلاستيك ليميت اذا كانت التربه ممكن ان ندحرجها الى مقطر اقل من 1/8 انش، وراح تكون المويستشر كونتين اقل من حدود البلاستيك ليميت اذا السويل تفتتت يعني تكسرت قبل كرامبلز تفتتت before it can be rolled to 1/8 of an inch diameter اذا ما وصلت الى 1/8 من الديامتر راح تكون محتوى الرطوبة مالتها اقل من البلاستيك ليميت للتراب. اما بالنسبة للليكويد ليميت فهو معرف على ان المويستشر كونتين من المحتوى المائي من تكون فيه التربة soil will flow and close a groove of 1/2 inch within it after the standard liquid limit equipment has been dropped 25 times. سويتوا فحص الليكويد ليميت طلاب وشفتوا اخذتوا محتوى مائي اخذتوا التربة وحطيتوها حطيتوا لها مستوى نسبة ماء معينة وطبعا خليتوها بالبانل اللي هي خاصة بالليكويد ليميت وسويتوا بها شق طولي هذا الشق الطولي وبعدين بديتوا تدحرجون تحركون البانل صعودا ونزولا 25 ضربة الليكويد ليميت طبعا اذا هي كان هي الليكويد ليميت هي عدد الضربات اللي شنو راح يسد عندنا الشق هذا. The equipment used in liquid limit determination is shown in figure below. راح تشوفون الجهاز اللي يستخدم في liquid limit في السلايدات القادمة. أعزائي الطلبة دا تشوفون هذا الفيجر اللي نوهنا عليه من أول ما بدينا على الأتربيك ليميت. هذا الفيجر ينطينا الستيت للتربة اللي هي شنية راح تكون أولا بحدود معينة طبعا هذا حسب المحتوى المائي راح تبدي البريتل سوليد اللي هي هاي التربة مالتنا. كل ما نزيد الووتر كونتين راح تتحول إلى سيمي سوليد. طبعا أنا دا أحكي على أول خط ليفل بالفيجر. ورا ما نزيد المحتوى المائي راح تتحول التربة إلى بلاستيك سوليد. وراها كل ما نزيد المحتوى المائي ايش راح يصير بيها؟ راح تتحول إلى ليكويد سوليد. ليكويد حالة الليكويد إلى حد معين. الخط الثاني اللي يمثل لي المحتوى المائي يعني هذا زيادة نزيد الووتر كونتين المحتوى المائي والووتر كونتين بالتربة. الخط الثالث اللي راح يمثل لي الليكويديتي اندكس اللي هو المعيار اللي حيتصنف على اساس التربة نعتمدها ان هي ضمن الشرينكج ليميت او البلاستيك ليميت او الليكويد ليميت حسب المعادلة مالتنا. الليكويديتي اندكس هي المحتوى المائي نسبة الووتر كونتين ناقص البلاستيك ليميت على البلاستيسيتي اندكس. طبعا هنا الليكويد اندكس اذا كان اقل من الصفر فالتربة تصنف بين الشرينكج او يكون قيمة الصفر هي ضمن حدود الشرينكج ليميت. اذا كانت التربة كل ما نزيد الليكويديتي اندكس طبعا راح تتحول التربة الى البلاستيك يعني نزيد المحتوى المائي والليكويد وبالنسبة للبلاستيك سوليد راح يكون قيم الارقام مالتها راح تكون الليكويد اندكس الليكويديتي اندكس بين الصفر والواحد. بالنسبة للليكويد ليميت هو حيكون الليكويد اندكس يساوي واحد وكل ما يزيد قيمة الليكويد اندكس عن الواحد راح تتحول التربة الى تربة ليكويد. طبعا هذه المعادلة كلش مهمة في تصنيف التراب مالتنا وشلون نشتغل بها.
كطلاب انتم مختبر، احنا طبعا هنا المحاضره مو نشرح التجارب مالت التربه، بقد راح ناخذ من عندها بس اللي يهمنا على مود التصميم الانشائي للمحاضرات القادمه.